إلى الأزمة اليمنية، حيث قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم الاثنين إن المملكة العربية السعودية ترحب بعقد مفاوضات بين الأطراف اليمنية في 18 من الشهر الجاري، مؤكدا على تحقيق التقدم في المفاوضات بين السعودية والحوثيين. في المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ونظيره النيوزيلندي زاير إلى الرياض، قال عادل الجبير إن المملكة العربية السعودية تسعى إلى حل سلمي للأزمة اليمنية، وعبر عن ترحيبه بالمفاوضات المقرر عقدها في الكويت في 18 من الشهر الجاري، وعن أمله في عقد مفاوضات حقيقية بين اليمنيين دون تدخلات خارجية. ونحن نرحب بموافقة الأطراف اليمنية في عقد مفاوضات بينهما في الكويت في الشهر هذا، ونحن نأمل أن تصل هذه المفاوضات أو التشاورات إلى حل يؤدي إلى الأمن والاستقرار في اليمن ويؤدي إلى تطبيق قرار مجلس الأمن 2216. الجدير بالذكر أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ووزير الدفاع السعودي أشار يوم الأحد الماضي إلى وجود وفد من الميليشيات الحوثية في الرياض، وأكد عادل الجبير على ذلك إذ قال إنه تم تحقيق تقدم في المفاوضات بين السعودية والحوثيين بشأن الوضع في المنطقة الحدودية السعودية اليمنية. ما زال الوفد الحوثي في السعودية مع استمرار المفاوضات بيننا، حققنا بعض التقدم في المفاوضات وأتمنى المزيد من التقدم في المستقبل. نفى عادل الجبير وجود ممثل للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح في الوفد الحوثي، هذا وحسب إحصاءات منطقة حقوق الإنسان الدولية، فقد أدت الاشتباكات في اليمن إلى مقتل أكثر من 6000 شخص، فيما تعدى النازحون اليمنيون 1,500,000 شخص.